فرهدتوني تعذيب. انا عايز اعرف حاجه، انا عايز اعرف حاجه. انت راجل عمال اعذب فيك بقالي 10 ساعات بعذب فيك وانت مش عايز انت مش عايز تتكلم. انا بقى في سيستم ترهيب تاني خالص. مش هعترف على دول ابن عمي حتى لو موتوني حتت. هو يا ربك ايه هو انت؟ دول ابن عمي. انا عايز اعرف انت فلاح حقيره هو يشتغل ايه هو انت؟ مش هعترف انه فاتح بازار في ترسه في الهرم. فاتح بازار يعني هو دلوقتي بيشتغل شغلانه كبيره في الهرم انت؟ ايوه دول حبيبي. ده ساب الموبايل بتاعه وساب مراته وساب البازار عشان خاطر مصر يا انجليزيين. يعني هو غني، هو يصرف بسخاء، هو يصرف بسخاء علشان اسم تعيين. حضرتك لا، هو مش غني ولا حاجه، ده هو مش لاقي ياكل اصلا. ده انا خارب بيته وكسر له التماثيل بتاعته. ده هي انعام امه هي اللي بتصرف عليه. امه انعام، اقف عندك هنا. تعالى هنا. انعام هي راس كبيره، هي اصرف على فدائيين. قول انت، اتكلم. كذاب اللي يقول لك كده، كذاب ومش هعترف. اضرب عساكر. ايوه اضرب عساكر بتوعي. مش هعترف. بس بص حضرتك، انا ممكن اعترف على ناس تانية. يعني ممكن الواد فتله صاحبي انتيمي. فتله انا عارف اسم فتله ده. انا جي عذبته كبير. فتله ده رفض يديني تين شوكي مجانا كلب. ايه ده هو جه هنا؟ خلاص بقى انا هعترف على ناس تانية. اتفضل حضرتك. قولون عليكم. جوني ايام جوني يا عم، انتوا سكرت ولا ايه؟ امال بس عاملين فيها انجليز ودماغكم تقيله. ايام جوني. اوكي درينك جوني. درينك في صحه ريتشارد قلب الاسد، وان شاء الله انجليز يعني يحتلوا العالم كله ان شاء الله. اضرب. كمان. ما رايكم ان نذهب الى رحله الى القناطر الخيريه لكي نركب حمار مخطط؟ زوجتي جوانا كانت تتمنى زيارة الأهرامات. زيارة الأهرامات؟ ولماذا نزور الأهرامات وندفع تيكتس؟ نحن انجليز، وي ار انجلش بيبل، يعني ممكن نروح نحتل الأهرامات الثلاثة. فكرة جوني، ولماذا أنت أسمر عزيزي؟ أنا أسمر لأنني احتليت أسوان فترة من الزمن. أسوان لمن يريد أن يحتلها في الشتاء، لا تذهبوا إلى الصيف. Stay as you are. You. Wait, don't move! Don't move ايه يا خواجة يا حضرتك؟ I am Johnny! No! Johnny! انت كذوب ايها العادل! كذوب ايها العادل دي شتيمة ولا مدح؟ انا لا افهم، انت مش تدخل في شؤوناتنا. ابوته عليه، ابوته! لا I am Johnny! I am Johnny! وامي جوني وابويا جوني! No! You are liar! هلم على المعتقلات! فيسا فيسا! معتقلات وفيسا فيسا. يا نهار اسود. درينك ستوبيد. ايش لازم تكلم؟ تكلم. انت بتتعذب ولا بتتغرغر يا ابني؟ ما تركز. عطشان. ميه. شارب 3 جراني لغايه دلوقتي. ده انت خلاص قربت تتحول لسمكه يالا. على كتفها تنور، على رجلها تنور، على كل حتة تنور. يا عيني الواد كان أبيض زي الفل. حرام عليكم. تكاد عيني أن تركرك بالدموع وأنا أرى أبطالا مثلكم يتعذبون. هو أنت بتعذبينا ولا بتعذبي في ضميرك؟ مالكيش دعوة يا ست، احنا مبسوطين بالعذاب وبرضو مش هنقول لك أي معلومات. أنت لازم تنطق، انت لازم بنتك تقول. مش هيعترف. مش هيعترف. أين مصر؟ مش هعترف. هي مستخبية فين؟ انت لازم تقول مستخبية فين. قول. مش هعترف. قلتلك انت
الدرشة. أنا هقول لك. حرام عليكم حرام عليكم، الوقت هتغرقوه. أنا هقول لك فين مصر. قول قول لأجل إن إحنا نكف عن العذاب. قول. هقول لك فين مصر. خاين عميل نيكو سمير. انتوا شرف يو، إحنا هنقتل الألسنة بتاعتهم. أنت كلم، أنت كلم، قول أين مصر؟ أين مصر؟ مصر لو عايزة مصر هتلاقيها جوه في قلبي. خش جوه قلبي وشقيه وخديها من جوه. This is over, over, over. أنا over؟ لأ، مش أنا اللي اتهزع وأنا في بلدي مصر. اشتهدولا. أنت هتكلم. أين مصر؟ أنت قول أين مصر؟ أوكي، إذن أنتوا ستموتون في هذا القبو. جوني. يس. افتح هويس. افتح هويس. جوني اوعى تفتح الهويس. معقولة يا جوني واحدة ست تتحكم فيك وتأمرك وانت تنفذ الكلام اللي هي بتقوله؟ لأ، فين المرجالة بتاعت الانجليز؟ يس، مش هفتح هويس. What you say جوني؟ انا اقول افتح هويس. اوكي اوكي نفتح هويس. انت حط راسك جوة تراب. اسمها مية مش تراب. شرف. واحنا نفضل قاعدين كده ساكتين وسايبين رجالتنا البيت الانجليزي الخواجات يخطفوهم مننا؟ لا طبعا، لازم نخطط وندبر عشان نطلعهم من السجن. يا بنت المرأة ترسانت أسلحة، سوق سلاح متحرك. يبقى خلاص نسن الأسلحة ونخش. أسلحة ايه دي بقى ان شاء الله؟ فين الأسلحة؟ إيش حال لو كنتش أنت الفساد اللي في وسطينا ده، أنت رقاصة قد الدنيا ومش عارفة فين الأسلحة. معلش يا أختي سقفتها على قدها، هي عايزة كلام كده متبشر على طول يعني. يا بنت يا بنت خليكي ناصحة، أسلحة المرأة طعمتها. يعني بدل ما نخش عليهم بالسبعين ديناميت نخش عليهم بالسبعين روج، وبدل القنبلة نخش بالمكحلة. إذن فلتكن الحرب المشكلة. يا ابني صدعتنا، يا ابني صدعتنا. اللي بيعذبوك مشي. يا اهبل يا اهبل، انت فرحان بالتعذيب؟ عطشان عطشان ميه. يا ابني انت شارب ميه لغايه دلوقتي، ما شربهاش، سلم بيتسيق ليله عيد. مين مين ايه؟ اكيد الناس اللي بيعذبونا. اتفضل. تعالى يا جوني، تعالى يا جوني تلقح هنا. انا مش ماما. ايه ده، انتوا كنتوا ازاي؟ بالكارتة. جينا نفك اسركم. بنت يا رانيا. ايوه يا قبلتي. هنعمل ايه في الملطوع ده؟ خدي ساعته وقلبي جيوبه وخدي موبايله وارميه مع اخواته الانجليز المخدرين ملقحين بره. ايه ده، انتوا خدرتوا بقيت الانجليز اللي بره؟ ايوه يا عينيا. طب مش فاضل معاكم شويه مخدر عشان الناس اللي مرميه دي؟ انا زهقت منهم، مش هناخدهم معانا. لا يا اخويا مفيش وقت، الساعه دلوقتي واحده والمظاهره هتطلع عندنا من الكباريه على واحده والناس، ومش هنعرف نطلع من غيركم يا رجالتنا. ايوه علشان انا اللي عارف السكه زعيم دوله، وكمان انا معايا العلم بتاع البلد بتاعتنا كنت مكمره في الشراب. بتاع البلد بتاعتنا؟ مش عارف ايه هي البلد بتاعتنا. مصر يا لا مصر. مصر. طب يلا ايه، المظاهره هتطلع الساعه كام؟ على واحده والناس. ترى على واحده والناس. ترى متى. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الطلبه. طلبت ايه يا عم رائد الفصل؟ احنا هنروح نضرب الانجليز بالكشاكيل والكراريس ولا ايه يا عم العضو ده؟ صح، فيها ايه يعني الكشاكيل؟ هنعمل من الورق بتاع صواريخ ومراكب وهنعوم وهنهيص. يا اخي ما تهيفش القضيه. اسكت اسكت اسكت. اخواني العمال. عمال ايه؟ احنا فصل على نسيج. لا ما هو ينفعش يا اخوان، ما ينفعش يا اخوانا كل كلمه تردها لي كده بواحده. ايه ده الكلام ده؟ يعني انا هستحمل لغايه امتى يا اخوانا؟ انا خارج من السجن ومتوتر. ما توترونيش يا سلام، انا متوتر، ما ينفعش حد يوترني. خلاص. وبعدين يعني انتوا غيرانين عشان الزعيم ولا ايه؟ بس يا ولد منك ليه؟ سيب الزعيم يتكلم، ده كلامه بينقط سكر. خلاص يا زعيم كمل. اخواني انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا. النهارده اليوم ده يوم صعب قوي، ويوم مصر بتمر بيه، فلازم كلنا نبقى ايد واحده. ماشي يا زعيم، عايز تتشال ولا حاجه؟ احنا تحت امرك. شوفوا لي بقى مين اللي هيشيلني. يلا بس كده، ده انا محضر لك هديه. ايه رايك في ده؟ ايه ده يا عم، ده انا مش هلحق اقول عاشت. لا 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 لا، عايز حد فيه صحه شويه. ماشي. اهم حاجه واحنا ماشيين في المظاهره يبقى ايدينا في ايدين بعض عشان ما نتوهش. هي رحله والسندوتشات وزمزمية المية على مين يا ضنايا؟ واحنا ومظاهرات الستات. انتوا قدامنا طبعا، لان لازم تبقوا ماشيين قدامنا. يا لهوي يا
يعني هتضحوا بينا؟ ضحي بيكي ايه؟ لا بصي عارفه حضرتك يعني ده حاجه خدناها من الانجليز لما احتلونا الفتره اللي فاتت اللي هي ليديز فيرست، يعني انتوا قدام واحنا وراكوا على طول. يا زعيم احنا اتاخرنا بقى على المظاهره يا عم. ايوه صح صح صح، يلا يا اخوانا عايزكم تسخنوا معايا. عاشت مصر حره مستقله، عاشت مصر حره مستقله، باستقلال التام او الموت بالزكام، الاستقلال التام او الموت بالزكام. مصر 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 الانجليز انجليز 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 انجليز. لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون دمياطيا. لا دولا حبيبي دولا ما تموت يا دولا. لا دولا دولا حبيبي ما تموتش يا دولا. ولا في ايه يا ما تموتش يخرب بيت. ولا ايه 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 دولا دولا حبيبي في ايه يلا دولة. في ايه في ايه انت بخير يا دولا؟ طب والطربوش بتاعك بخير؟ الطربوش اللي انت كنت بتحلم بالليالي الحلميه يلا. يا دولا ده كان كابوس. الحمد لله. بص انا مش ناقص جنانك، يلا تكر على الله. لا تكر على الله ايه بقى دول؟ انا لسه ما عملتش حاجه. بص عايز اتفرج على كرتون بقى، مش هتفرج على الفدائيين دول خالص بعد كده. كرتون ايه ساعتين بالليل مصحينا وعامل الدوشه دي؟ صحيت البيت كله. يلا يا ادي التلفزيون اهو. لا دول لا انا نمت، ده انا نمت ما اتفرجتش. تكر على الله يلا بره.